هل احنا بندافع عن قضيتنا صح؟ ده بتتكلم في النقطه طبعًا. دي ولا في تجاوزات برضو ما نخبيش يعني؟ لا طبعا اقول لك لا في حاجات غلط لا بس لازم هو ده اللي بنقوله انه ان لو في تجاوزات مش عيب ان احنا يعني مثلا يا سياده النائب مظاهرات بكره نعم. يقول لك طب انت نازل تنظيم حق التظاهر انت نازل باختيار الداخليه ولا لا؟ لا انا مش نازل نازل بعيدا عن الداخليه لاني غير معترف اصلا بقانون التظاهر اللي مفترض بقى انه مجلس النواب هل يشتغل عليه ولا المساله تتساب كده ولا ايه؟ لا احنا بنقول انه التظاهر حق بيكفله الدستور والقانون، لابد ان يحترم القانون، يعني لو احنا بننظم مظاهره لازم نخطر زي ما بيقول القانون. طب الى ان جيت فضيت المظاهره لانها ضد القانون نعم. يترد عليك ساعتها انت بتصادر حق الناس وانت بتقمع لا. وانت لا الناس اذا كانت اخطرت وابلغت يبقى من حق انها تنزل مدام تظاهره سلميه، انما اذا ما اخطرتش لا. انا بقول يعني احنا لازم بس برضو هتطلع الصوره سلبيه للخارج، يقول لك كان في مظاهره وتم التعامل معاها بقوه. لازم نطلع ونوضح ولازم نقول ان هؤلاء، وده زي ما بيحصل في العالم كله، ما احنا بنشوف في امريكا في فرنسا في انجلترا، ما احنا بنشوف ناس بتطلع في مظاهرات بتنظم وبيخطروا، ده مش عيب، ده يعني مش غلط. يعني حضرتك شايف ان مظاهرات بكره دي تفضل انها خارج القانون؟ وانا يعني كمان مش بس تفضل، ان من يدعو اليها يراجعوا انفسهم، احنا بنعمل مظاهره ليه؟ احنا ايه ال 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 المشكله اللي عندنا ايه؟ عندنا تحفظ، عندنا غضب من ايه؟ موضوع الجزيرتين ده لسه هيتناقش في المجلس وهياخد حقه، وهياخد حقه مناقشه باسانيد، ولازم نجيب اللي بيقولوا حقيقة الجزر دي ايه واللي بيقولوا العكس. طب سيادة النائب خليني اقول برضو ان احنا في مشكلة، حصل فض للمظاهرة او في اخر اليوم اتقبض على حد ولسه في ناس مقبوض عليهم من صحيح. ايام جمعة صحيح. تمام بس بيتم مراجعة اوضاعهم واللي ما عندوش حاجة بيروح. ايوه بس يقولك اتقبض عليهم يطلع لك بقى ممكن يبقى فيه بيان يخرج او يتحط الموضوع قدام لجنة حقوق الانسان وان الناس دي اتقبض عليهم ليه؟ طيب لا والله دول خرقوا القانون، لا حرية الرأي وحرية التظاهر مكفولة، اشكالية. ايوه طبعا ما هو يعني الامر ما بيسلمش، احنا الموضوع هيبقى دائما احنا عندنا مثل هذه المواقف اللي لازم نتعامل معاها زي ما بنقول بنوع من الحكمة شوية. اول اختبار للجنة مثلا بعد احداث الجمعة اللي فاتت او بكرة تعمل ايه؟ لا اللجنة بتتواصل وهتتواصل، اللجنة لسه لم تبدأ يعني طبعا ده أمس، مع إذا كان هناك في حالات قبض عشوائي أو احتجاز عشوائي لابد موقف هؤلاء إذا ما عليهمش حاجة يروحوا تشتغل مع الداخلية. لا لا طبعا ده الحقوق كرامات الناس حريات الناس لازم تحترم، إلا إذا كان عليه حاجة قضائية أهلا وسهلا نشوف ورونا، انما غير كده ما ينفعش ان انا يعني احتجز ناس بدون وجه حق، الكلام ده كلام غير مقبول. هيقول لك لا بحق هم خرقوا لا بحق خارج. نشوف اذا كان متهم في حاجه، اذا كان وجه اليه اتهام، انما احتجاز الناس دون وجه حق. طب حته الموائمه يعني يكون في موائمه سياسيه، مش لازم ان انا احتجز الناس او اوجه لهم تهم في ظرف زي ده واسيب المساله تعدي. ما هي دي بقى بترجع لاداره الموقف وانت على الارض بالنسبه للداخليه يعني وانا شايف ان الداخليه اداء الداخليه شايفه ازاي يا ستنا؟ لا شوفي اداء الداخليه ما فيش شك، وكان الرئيس نفسه يعني على مدى اكثر من حديث وجه محتاجين انضباط اكثر، محتاجين التزام اكثر، والمفروض ان في تشريعات هتجيلنا على وجه السرعه عشان نبتدي ننظر فيه، يبقى في مسؤوليه على رجال انفاذ القانون ايا كان امين شرطه ضابط ايا كان، والمسؤولية دي كمان إلزام باحترام حقوق الناس أينما كانوا، في الشارع وانت في كمين بتفتش الناس أو بتتعرض للناس في أماكن الاحتجاز في الأقسام في المراكز في السجون، لابد من حسن معاملة الناس. خلي بالك في حاجة اسمها مدونة مصر موقعة عليها الأمم المتحدة عاملاها فيما يخص كل من يقوم بإنفاذ القانون، مدونة دي زي مدونة سلوك، يعني يجب انه يراعى حقوق الناس حينما يتم احتكاك بهم مع الشرطه، يعني في كمين في 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 يعني احتجازهم في اقسام، كل ده يجب انه يفعل ويجب ان يحترم. احنا عايزين علاقه الشعب بالشرطه تبقى علاقه ثقه، وهي دي مشكله عندنا، احنا محتاجين نعيد ثقه الناس في الشرطه
وكمان الشرطة تستعيد ثقتها وعافيتها في نفسها.